الكابح الوحيد الذي يمكن أن يمنع الإنسان عن كل أنواع الظلم وعن كل أنواع التعدي هو الإيمان بالمعاد. هذا الإيمان الذي يخلق في الإنسان رهافة حس شديدة. الإنسان المؤمن بالمعاد الدين يذكي هذه الحالة، إذا ملاحظين يذكر ينمي هذه الحالة، وإحنا المفروض أن ننمي هذه الحالة، يجعل في الإنسان حس رهيف إلى أبعد الحدود. أحد العلماء ينقل في أحواله، هذا في العهود القديمة، الحنفيات ما كانت في البيوت، هذا العالم زوجته كانت عندما يريد أن يستيقظ، مضمون القضية عندما يريد أن يستيقظ لنافلة الليل أو لصلاة الصبح، كانت تروح زوجته إلى البئر وتخرج الماء من البئر، طلع له الماء، يجيب له الماء بالدلاء القديمة فيجي يتوضأ. هذا كانت جرت عادته على ذلك. طبعا المرأة مو موظفة بذلك، المرأة هذا تفضل منها أن تطبخ وأن تكنس في البيت، هذا كلها تفضل من المرأة من الناحية الشرعية، جيد من الناحية الأخلاقية، وظيفة أخلاقية، لكن مو واجب. في ليلة من الليالي المرأة كانت نايمة أو كذا، هو الرجل العالم قام وذهب إلى البئر وأدلى الدلو في البئر وسحب الدلو وأخرج الماء، وإذا بزوجته ترى، الزوجة كانت نايمة في الغرفة أو مشغولة، ترى أن هذا العالم بدأ يبكي بكاء مرا ويجهش بالبكاء، فتعجبت، إجت إلى هذا العالم أنه شبيك، فقال في الواقع أنا أخشى أنني كنت ظالما لك خلال هذه الفترة، أنا شفت أن هذه العملية عملية شاقة وأني كنت أكلفك بذلك ولو بدون إجبار، ولكن هذا ربما كان نوع من الظلم لك وإني لا أعود إلى هذا بعد، أنا أسوي هذا العمل. هذه الرهافة في الحس، هذا التفكير أن الإنسان لا، طبعا هذا مو ظلم لأن الزوجة هي التي أقدمت، لعلها كانت راضية أو قطعا كانت راضية، لأن عالم لا يجبر زوجته على ذلك، ولكن هذه الشبهة تجي في ذهنه لعله ظالم لها. أحد الإخوة أبو عالم من علماء الدين يقول في يوم من الأيام أبويا ما كلفني بشيء، يوم من الأيام، خوف أنه أنا أظن أنه هذا باعتبار أبويا وأنه يجب علي إطاعته وامتثاله، وأنا أسوي هذا العمل من هذا المقام، موقع الأبوة والبنو، في أي يوم من الأيام ما كلفني بشيء. هذا الحس الرهيف وين تجدونه؟ هذا الحس الرهيف الذي يقول حقيقة عجيب، والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة، ما فعلت، نملة واحد في فمها جلب شعيرة، يأتي ويسلب هذه من فم هذه النملة، إذا يعطوني الدنيا ما أفعل هذا. هذا الحس المرهف
الذي يولده الإيمان بالله والإيمان بالمعاد. أو يخوف نملة، نملة دا تمشي واحد يخلي إيدها عليه، النملة تخاف تشرد. ليش يسوى هذا العمل؟ لماذا يفعل هذا العمل؟ أو يشب ماء على نملة، ليش يسوى هذا العمل؟ في حديث آخر الإمام صلوات الله عليه: هذه نتائج لا تجدونها في مدرسة أخرى، والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد. حتى واحد يظلم ولده الصغير بأن يخيفه، هو هذا يكتب، هذا النوع من الظلم، هذا بكرة يقف أمام الله سبحانه وتعالى ويقف أمام النبي صلى الله عليه وآله: ليش سويت هذا العمل؟ هذا الحس يجب على الإنسان أن ينميه في داخله.